معانا الهير دريسر سيد لاتينو، بنرحب بيك في وشي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا فندم. قولي، هي لون البشره هو اللي بيحدد لون الشعر؟ طبعا ده ليهم ارتباط كبير. يعني البشره الخمري بتميل ليها البلوندات، بتبقى حلوه عليها جدا. في الشتاء عامه بنفضل الالوان اللي هي الدافيه، الالوان زي الالوان الناريه، زي النبيتي، زي الدارك براون، الحاجات دي بتبقى كويسه جدا. طيب قولي، في الويدنج مثلا في الفرح، هل الدرس، هل مثلا تدوير الوش مدور او الوش بيضاوي ده بيأثر برضو على لون الشعر وقصته؟ الفستان بنسبه 70%، الوش طبعا، الوش مثلا الوش بنسبه 20%. زي الفستان هو اصلا بيبقى ابيض، يعني هو بيبقى ابيض، فبيبقى مطلوب ايه؟ شعر فاتح غامق؟ لا، يعني اهم حاجه البنت تختار الفستان، يعني بحاجه تليق عليها تظهر جمالها، لان هما بينقوا الفستان بيجوا في الاخر بيبقوا مثلا الوقت عندهم ضيق شويه، فبالاختيارات بتبقى ممكن ما تبقاش مظبوطه، مع انه شايفه مهم جدا ان هي تنقي الفستان من بدري. طيب زمان كان مثلا اللي بيلبس فستان منفوش لازم يعمل شنيو، واللي يلبس فستان مثلا اخد شكل الجسم لازم يفت شعره ويعمل مثلا كيرلي. بقينا ملتزمين في الكلام ده دلوقتي ولا ما بقاش شرط؟ لا مش شرط خالص، لا مش شرط. كل ما كان فستان حلو بالظبط، كل ما الفستان كان حلو وليه كاريزما بيكملوا الشعر، الشعر بيرسم الشكل عامه. يعني لو سندريلا بيديها الشكل دوت الشيب طبعا مع الفستان. 2016 الشعر الطويل موضه ولا القصير؟ ولو قصير ايه القصه المناسبه؟ لا، انا بحب القصات القصيره جدا، بس عندنا للاسف يعني لو قصينا حاجه صغيره كده بيبقوا هيعيطوا. يعني بالظبط ده مع كله على فكره، يعني مش عندنا بس. طيب الشعر، حضرتك بتحب الشعر القصير عامه، طيب الموضه بقى في طويل ولا قصير؟ الموضه بص، انا يعني انا بعترفش قوي بكلمه الموضه، على قد ما بعترف ان الحاجه تليق على البنت ذات نفسها. مش من الناس اللي يعني مثلا اللي بيناسب ذوقك هو اللي بتعمله، بتمشيش تبع موضه معين؟ لا، اللي يناسب الشخصيه اللي قدامي، اهم حاجه الشخصيه ووشها ولبسها، كله بيكمل بعضه بالنسبه لي، مش حاجه معينه. وبحبش اطلع كتير عن النمط غير لما مع برضه شخصيه تستاهل كذا، يعني بنت تكون شويه فاشونيستا. طيب الشعر القصير، حتى البنت شعرها قصير مش راضيه، وبنروح تاني للاكستنشن. الاكستنشن واضراره والوانه؟ الاكستنشن، لا الاكستنشن ملوش اضرار، هي بس ضرره مش في الاكستنشن، في طريقه التركيب شويه. يعني انا الشمع والحاجات دي انا شايفها مضره جدا وبتشيل الشعر، لكن الاكستنشن ما فيهوش مشكله. لا، في بيجيلي كل ده مضر، الاكستنشن اللي بيتفك ويتركب هو اللي كويس، والليزر كويس جدا، ده لسه ظاهر برضو بقاله في حدود سنه سنتين، ده كويس جدا برضو. تقول ايه البنات فوش يهتموا بشعرهم ازاي في الفتره الجايه؟ بصي، اهم حاجه التشخيص. انا في كل شعرايه وليها يعني ليها معدل علاج معين عشان نقدر نوصل له. في شركه انا برتاح لها جدا في منتجات الشعر زي شوارزكو، دي عندهم اللاينات كامله لاي تشخيص شعر، بس نعرف الحاله ايه وعلى اساسها بنقدر نحدد الشعر المطفي او المقصف او خلاص، يعني الشعرايه تكاد تكون خلاص ميته مفيش خالص، اهم حاجه تتقص، وبعد كده بنبتدي العلاج معاها.